المشاهدين، احنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا بيصيب كثير جدا من السيدات، بنسميه داء البطانه المهاجره. وطبعا نعتبر موضوع داء البطانه المهاجره من اكثر الموضوعات او من اكثر الامراض شيوعا في علم امراض النساء والتوليد، ان لم يكن رقم 2 في علم امراض النساء والتوليد. ومرض داء البطانه المهاجره حتى هذه اللحظه كلها نظريات بتوضع في حل هذه المشكله او البحث عن اسباب لداء البطانه المهاجره. نكتفي ان احنا في اخر النظريات الحديثه بنقول انه هذا المرض قد يكون مناعي، وقد يكون الجسم المناعي لهذه السيده بيسبب خلل ما في طريقه معينه في التعامل مع المبيض، لانه داء البطانه المهاجره بيتميز بوجود اكياس احنا بنوصفها ان دي اكياس شوكولاتيه في هذا المبيض، لانه احد اكثر الاماكن اللي بيحبها هذا المرض بيكون المبيض. وتملي احنا عارفين ان المبيض عندنا ده العضو المهم جدا المسؤول عن افراز البويضه لدى هذه السيده التي تحتاج الى هذه البويضه للوصول الى الحمل بطريقه معينه. وبالتالي اي خلل قد يصيب هذا المبيض هيبدا يعطل هذا المبيض عن افراز هذه البويضه، وبالتالي يؤدي الى تاخر حمل. اذا احنا اتكلمنا على مرض داء البطانه المهاجره هنجد انه اكثر الاماكن هيبقى المبيض، وبالتالي وجود هذه الاكياس اللي احنا بنبدا نوصفها انها اكياس شوكولاتيه في هذا المبيض بتبدا تاخد حيز كبير جدا من المبيض. بتبدا لو هذه السيده بتخضع لخطط علاج معينه في التنشيط بتبدا هذه الاكياس تكبر مع هذه الادويه من المنشطات، وبالتالي بتبدا هذه السيده تعاني من وجود اكياس متعدده على المبيضين، وبالتالي بتبدا يتاخر عندها الحمل. وبالتالي بنبدا ازاي نتعامل مع هذه السيده؟ احنا بننصح كثير جدا من السيدات انه احنا في داء البطانه المهاجره مش عايزين نلجا الى التدخل الجراحي، لانه بيتميز ان احنا لو استأصلنا هذه الاكياس الشوكولاتيه ممكن بعد شهر او اثنين او ثلاثه بترتد هذه الاكياس مره ثانيه، وبالتالي هندخل في دوامه ان احنا نشيل الاكياس وبعدين ترجع الاكياس دي مره ثانيه. وبالتالي عند تاخر الحمل عند السيدات اللي بيعانوا من داء البطانه المهاجره لابد من التوجه الى الحل الامثل لهذا المرض اللي هو بيكون في النهايه هو الحقن المجهري. وعايزين نطمن الساده المشاهدين، لان احنا بنسمع كتير جدا بييجوا يقولوا لنا لا احنا نسمع ان الحقن المجهري بيفشل مع داء البطانه المهاجره، وبالتالي بيبقى احنا متخوفين واحنا داخلين على عمليه الحقن المجهري. لا، اذا كنا تعاملنا مع هذا المرض بحرفيه عاليه جدا بنشوف ايه الاسباب بتاعته، بنشوف كيفيه التعامل مع الجسم المناعي لدى المراه، بنعمل تحاليل معينه عشان نتاكد من خلو الجسم المناعي لدى المراه قبل ارجاع هذه الاجنه، بنضع خطه العلاج المناسبه، بنطلع اكبر عدد ممكن من البويضات، بنبدا نهد المبيض قبل ما نبدا عمليه التنشيط، وبالتالي ما بيكونش في اكياس موجوده على المبيض اثناء عمليه التنشيط، وبالتالي هذه السيده بنبدا نستخرج منها عدد معين من البويضات، وبالتالي فرص حدوث الحمل عندها بيبقى عاليه جدا. عايزين نعرف كمان انه داء البطانه المهاجره ده يعتبر بيبقى مسؤول عن تقريبا 75% من الناس اللي عندهم تاخر حمل غير معلوم السبب. يعني احنا عندنا نسبه كبيره جدا من الناس اللي هم بيشخصوا تاخر حمل غير معلوم السبب قد يكون السبب الرئيسي هو داء البطانه المهاجره، والناس بتتعامل بطريقه عاديه خالص. وكمان عايزين نعرف انه تقريبا 52% من الناس اللي بيشتكوا من الام مزمنه في الحوض والام اثناء الدوره الشهريه بيكون عندهم داء البطانه المهاجره. اما احنا بنتكلم على هذا الموضوع ده بيمثل شريحه جدا من الساده المشاهدين، وبالتالي لابد من التعامل بطريقه حرفيه جدا. وبالتالي عند تاخر الحمل عند السيدات اللي بيعانوا من داء البطانه المهاجره انا بنصح الكثير منهم انهم ما ينتظروش فتره كبيره جدا بعد الزواج للبحث عن الحمل بصوره طبيعيه، لان احنا لو تابعنا هذه السيده شهر واثنين وثلاثه بطرق طبيعيه وكان تحليل السائل المنوي بتاع الزوج كويس جدا وكان التحاليل بتاعت الجسم المناعي بتاعت هذه الزوجه كويسه جدا وبالتالي لم يحدث حمل، هنلجا الى ما يسمى بالحقن المجهري. والحقن المجهري في هذه في هؤلاء السيدات بيخضع لخطط علاج كويسه جدا، بيهتم ببطانه الرحم بطريقه كويسه جدا، بيهتم بجوده البويضات. احنا في بعض الاحيان بنضطر ندي ادويه وفيتامينات عاليه الجوده عشان تكون جوده البويضات المستخرجه من المبيض اللي بيعاني من داء البطانه المهاجره بيكون احسن ما يكون. معكم الدكتور محمد ابراهيم اخصائي اطفال انابيب والحقن المجهري بمركز دار الطب. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. اسمي محمود جمال عبد الله، سني 29 سنة، وزني 140 كيلو. ان شاء الله طبعا هعمل التكميم ان شاء الله. طبعا المشاكل اللي بعدي منها مرض السكر، جالي مرض السكر عن طريق السمنة. ان شاء الله هعمل العملية مع دكتور كريم صبري، شفته كتير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله تشوفوني بعد العملية. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. النهارده احنا يعني حاله استاذ محمود، يعني وزن 140 كيلو، مريض سكر، يعني مش ماشي على علاجات يمكن زي الانسولين، لا ماشي على اقراص بقاله فتره قصيره لمده سنتين تقريبا. تكميم المعده احنا بنعملها في الحالات دي كعلاج لمرض السكر وكمان لعلاج السمنه المفرطه، لان طبعا غالبا بيكون الوزن الزائد هو السبب في السكر في الحاله دي، السكر من نوع تاني. مع نزول الوزن الى الوزن الطبيعي مناعه الانسولين بتقل، وبالتالي الكميه الانسولين اللي بتطلع من البنكرياس بتكفي الجسم، وبالتالي ما بنحتاجش الى علاجات خارجيه او علاجات لتنظيم السكر بعد كده. عمليه تكميم المعده هي عمليه تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. يمكن طبعا الدرجات اللي يعني المتقدمه من مرضى السكر مع الوزن الزايد او السكر من نوع تاني، احنا بنعمل تحويل مسار المعده، هي بتبقى طبعا مفيده اكتر في الحالات اللي يبقى فيها مضاعفات او السكر بقاله اكتر من 20 سنه، او ان في جرعات انسولين يعني يمكن تكون بكميه كبيره والسكر مش منتظم. لكن في حاله استاذ محمود الحقيقه احنا السكر بقاله سنتين ماشي على اقراص، مع نزول الوزن الى الوزن الطبيعي بينتظم السكر وما نحتاجش العلاجات ما بعد العمليه ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستاسيس، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان
نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي، بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت، مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب، مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه، عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه، ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمود جمال. طبعا اليوم عملت عملية تكميم، والحمد لله رب العالمين عملتها بنجاح وقمت اتمشيت. عملتها مع الدكتور كريم صبري، وطبعا انا بشكره جدا وبشكر التيم اللي معاه، وبعد اي حد ربنا يا رب يكرمه لو يقدر يعملها يعملها بجد ان شاء الله، عمليه جميله جدا وتريح بعد كده في المستقبل. وقمت اتمشيت والحمد لله كله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مطمنكم على الاستاذ محمود. الحقيقه طبعا هو عمل تكميم المعده، هي العمليه تكميم المعده هي عمليه ريهابيليتيشن بتاعها سريع، ما بعد اجراء العمليه في خلال ساعتين ما بعد العمليه ممكن نبتدي نتحرك، بعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، ثاني يوم ممكن نخرج بالسلامه ما بعد اجراء العمليه، نقعد يوم في البيت وننزل لشغلنا الطبيعي ما بعد اجراء العمليه بيوم. هي من العمليات اللي هي بتقلل الوزن، لانها بتشيل جزء كبير من المعده، المسؤول يمكن عن مجموعة الهرمونات اللي تفرز هرمون الجريلين، كمان بتحجم حجم المعدة ان هو ما يستوعبش كمية كبيرة من الاكل، وبالتالي ان احنا بنشبع بسرعة ما بنجوعش على فترات كبيرة، وبالتالي نزول الوزن هو نزول تدريجي ونزول مؤكد ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير.
مساء الفل، مساء الخير، مساء كل حاجة حلوة على العيون. مشاهدين اتغير مع يومنا في كل مكان. حلقة جديدة وإن شاء الله ساعة هنقضيها مع حضراتكم. بس أنا عايزة أقول حاجة، إنه طبعا الست هي دينامو الحياة، دينامو الكون زي ما بنقول. يعني هي اللي بتربي، هي اللي بتخلف، هي اللي بتذاكر، هي اللي بتودي المدارس، هي اللي بتودي النوادي، هي اللي بتتابع، هي اللي بتعمل كل حاجة، كل حاجة في الدنيا. واللي يقول كده أو يشوف غير كده يبقى هو غلطان أو مش واخد باله شوية. فالست لازم تكون يعني من داخلها أو من جواها هي نفسها تكون حاسة إن هي راضية عن نفسها، لأنه ده هينعكس على علاقتها وسلوكياتها في كل حاجة هي بتعملها. لما تكون راضية عن نفسها أكيد عطائها وإنتاجها هيكون أفضل بكتير، أكيد علاقتها بالناس المحيطين بيها هتكون أحسن بكتير. من الحاجات اللي بتخلي أي ست راضية أو مبسوطة، طبعا في حاجات كتير جدا وفي أولويات كتير جدا في الحياة، بس من ضمنها عند أي ست، وما فيش أي حد يقدر ينكر أنه يعني من ضمن أولويات أي ست كده، أن هي تكون شكلها حلو، أن هي تكون ما عندهاش مشاكل في وشها، أن هي تبص في المراية تبقى مبسوطة. لو حصل العكس أو حصل غير كده يعني النفسية بتتعكر شوية والمزاج بيتقلب، وده طبعا بينعكس على المحيطين بيها. دايما بقول لازم الستات تستعين بالحاجات المستحدثات الجديدة اللي بتظهر على الساحة لو في إمكانها أو لو في قدرتها إن هي تستعين بيها، ده شيء لطيف جدا. من أكتر الحاجات اللي محققة انتشار دلوقتي ونجاح كبير جدا على جميع المستويات، ومش على فكرة هو مش الستات بس اللي يعني اللي بنتكلم عنها، لا والرجال كمان، يعني ماسي درو جولد من الحاجات اللي حققت انتشار كبير وواسع جدا جدا، عمل ضجة كبيرة سواء على صفحاته السوشيال ميديا أو بين الناس في المجتمعات في المقابلات في الخروجات، كل الناس بتتكلم عن ماسي درو جولد. احنا النهاردة هنقضي ساعة مع ماسي درو جولد وهنعرف ايه العروض اللي عاملها بمناسبة عيد الأم وشهر المرأة عامة. بس اسمحوا لي أرحب بضيوفي الأعزاء اللي معايا النهاردة، جميلات ماسي درو جولد، دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. يا أهلا وسهلا. أهلا 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 يا حبيبتي. دكتورة حنان الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم، ازيك يا دكتورة حنان؟ حلو أختي، عاملة إيه؟ ودكتورة دينا نجيب أحد أعضاء الفريق الطبي لشركات ماسي فارم، ازيك يا دكتوره دينا؟ الحمد لله. عاملين ايه امارات؟ كله حلو، كله تمام. انتوا عاملين قلق ليه بقى؟ ها عاملين قلق ليه والناس كلها عماله تسال على ماسي درو جولد وايه الموضوع وايه العروض ومش مصدقين نفسهم، والاقي الناس بتكلمني هم بجد عاملين عروض، هم بجد عاملين تخفيضات. والله يا يمنى يقول لي اخيرا يا دكتوره دينا ده احنا حلمنا نستخدم ماسي درو جولد. ستات كتيره جدا، بنات، رجال ايضا. فعلا شركة ماسي فارم عاملة عرض يعني ما حصلش ومش هيحصل تاني في ماسي درو جولد. عرض شركتنا شركة ماسي فارم، ان عشان طبعا عيد الام كل سنة وكل ست وامرأة وسيدة وام طيبين يا رب، عاملين خصم على عبوة ماسي درو جولد 35% من قيمتها الاصلية على علبة. ده خصم محترم. لا احنا انت عارفة المصريين نموت على الاوفرز. احنا نسمع اوفرز ننزل نجري. فكل خاصة لو حاجة نفسي فيها مثلا طبعًا ولقيتها طبعًا عليها خصم هجيبها طبعا. ما تاخديش واحدة بقى. تاخدي بقى لمامتك والاختك ولصاحبتك والبنت خالتك والبنت عمتك والمامتك والباباكي كله. فبتلاقي العملاء اللي معايا مش واحدة بس، بتلاقيهم بقى واخدين خمسة ستة. ده فعلا ده بيحصل. ما هو فرصة، ما شهر اعياد وشهر. وبعدين يا يمنى مش عاملين 5% خصم، لان ماسي درو جولد فعلا غني بالعناصر الغالية جدا جدا. فشركة ماسي فارم حبت انها تلبي امنيات الستات، فانتوا عاملين 35% خصم. عندنا طبعا اوفر تاني كمان، ان لو اخذنا علبتين من قيمه علبتين من ماسي درو جولد بسعرها الاصلي بتاخدي عليها واحده ثالثه فور فري او كادو. طيب يعني في حاجتين والناس بقى هي تختار الانسب ليها. المهم ان انتوا نزلتوا في سعره شويه عشان ايه؟ لا نزلنا كتير كتير، شويتين ثلاثة أربعة عشان ناس كتير تقدر ان هي تشتري. دكتورة دينا، يمكن ماسي اتعرف ان هو الكريم اللي بيديكي شكل اصغر 10 سنين من شكلك، صح صح ولا غلط؟ صح صح. منين جبتوا العنوان ده او يعني اشتغلتوا على ده ازاي؟
لان ماسي دورو جولد فكره ان انا بصغر في بشرتي 10 سنين، يعني انا بشتغل على كل مشاكل البشره. مفيش حد هنا ما او مفيش حد عموما ما يعني مفيش عيب في بشرته. صحيح. فماسي دورو جولد قدر بان هو مع يعني جواه 56 عنصر قدر ان هو يشتغل على كل مشاكل البشره. زي ايه؟ زي التجاعيد، الخطوط التعبيريه، الهالات السوداء، الكلف، النمش، اثار حب الشباب. يعني كل ده ماسي قدر يشتغل عليه بال 56 عنصر، اهمهم طبعا الجولد بارتكلز، ان احنا كمان بنسميه كريم الذهب. ودكتور حنان ليها مقوله مشهوره جدا. ان الذهب هو اكسير الشباب الدائم. ده حقيقي. فبتقول كده بالظبط، وهي ليها حق ان هي تاكد طبعا على المعلومه دي. لان فكره ان انا اكسير الشباب الدائم زي ما قلت يا يمنى، ان انا بصغر في بشرتي 10 سنين. ده يساعد على طول ان انا ابقى شكلي بشرتي هيلسي شباب، مفيش عجز، مفيش علامات تقدم في السن، مفيش حد بيقول لي انت وشك شاحب، مفيش حد بيقول لي انت ليه مطفيه كده. فماسي دورو جولد قدر طبعا ان هو يشتغل على كل المشاكل البشره من خلال الجولد بارتكلز اللي بتديه طبعا تنشيط الدوره الدمويه، بتساعد على تحفيز الكولاجين، فبالتالي بتقضي تماما او بتختفي تماما علامات التجاعيد او الخطوط التعبيريه. قدر يشتغل طبعا على التفتيح من الدرجه الاولى، لان هو بيقلل ماده عندنا في جسمنا اسمها الميلانين، اللي هي بتساعد او اللي هي سبب زيادتها بتسبب التصبغات او البقع الداكنه. فطبعا ماسي دورو جولد قدر ان هو يقلل التصبغات والبقع الداكنه. كتير يا دكتوره حنان في ناس تقولك طب يعني هو ايه مختلف عن ايه، يعني مختلف عن بقيه الكريمات في ايه؟ ايه سر التركيبه دي؟ ويمكن انتوا دايما بتقولوا بتكرروا، انتوا يعني في المصنع بتاعكم قعد 6 سنين يعمل بالظبط حاجات وابحاث كتير. 6 سنين مش قليل برضه. طبعا هو ماسي دورو جولد هو بيحتوي دايما اللي بنقول بيفرق ما بين ماسي دورو جولد والمنتجات الاخرى الموجوده في الماركت يا يمنى، ان ماسي دورو جولد بيحتوي على 56 مكون. فما فيش اي منتج في اي حته هتلاقيه بيحتوي على 56 مكون من العناصر الفعاله اللي قيمه جدا، اللي بتغذي البشره واللي بتدي تاثير ممتاز جدا للبشره. انت عارفه زي ما قلنا قبل كده ان البشره ما بيبقاش في يعني ما فيش بشره خاليه من العيوب. مهما كانت في ناس تقول لك انا بشرتي حلوه جدا وانا شايفه ان هي كده مش محتاجه، ما بتبقاش وصلت لسه، ما بتبقاش وصلت لسه يا يمنى للنتيجه النهائيه لانها ما جربتش ماسي دورو جولد. عملاء كتيره جدا كانوا بيكلمونا بيقولوا لنا ان احنا فعلا بشرتنا، احنا انا بشرتي ما فيهاش اي مشكله، بس مثلا في بقع دكنه وكده فهاخده اجربه. كل الناس اتصلوا وقالوا فعلا احنا كنا فاكرين ان بشرتنا بيرفكت، بس فعلا مع ماسي دورو جولد اختلف جدا الموضوع. البشره بقت فيها نضاره وحيويه حلوه جدا. 56 مكون يا يمنى بيشتغلوا على جميع عيوب البشره. سكين كوركتور بلس ان هي بتشتغل على او ماسي دورو جولد بيشتغل على التجاعيد والخطوط الرفيعه. يبقى انا كده بحط ماسي على بشرتي وانساها تماما، ما بحطش اي حاجه تانية. بيغنيني تماما عن استخدام اي منتج اخر. طيب يعني هو يا دكتوره دينا مش كورس زي ما الناس فاكره، عشان هي الناس فاكره ان هي فيها كذا حاجه، كذا مجموعه. هو مش مجموعه، هو حاجه واحده فيها كل مواصفات المجموعه. بالظبط يا يمنى، احنا بنقول ماسي دورو جولد ازاي قدر يغني عن الدي كريم، عن النايت كريم، على سيرم تحت العين، على كريم للرقبه، لان ماسي دورو جولد يا جماعه فيه 56 مكون. يعني لو بصينا على العلبه كل المكونات دي موجودة داخل عبوة ماسي دورو جولد. بنعتبر ان ماسي دورو جولد كورس كامل فعلا. لكن السهل ان كل الستات قبل ما ماسي دورو جولد ينزل الماركت هتلاقي تخش عند واحدة صاحبتك تلاقي التسريحة بتاعتها 50 كريم بجد، وبعدين اقعد اتفرج كده. انا ما كنتش طبعا، يعني انا الحمد لله بتبسط جدا ان ماسي نزل، ان قدر علبة واحدة بس تغنيني عن كل الكلام ده. كنت بروح لاصحابي اقول لها ايه يا بنتي كل ايه ده؟ انت بتحطي كل الكلام ده كل يوم؟ ايوه. انت ما بتنزليش بقى ولا بتروحي شغلك ولا قاعده بقى تحط هتصحي من النوم هحط ده امتى؟ اكيد اكيد في ستيب بتتنسي طبعا، اكيد طبعا. فتخيلي ان ماسي دورو جولد 6 سنين ابحاث ان احنا نعرف الجلد محتاج ايه، ازاي نقدر نكبر في السن في البطاقه وشكلنا يفضل زي ما هو. ده اهم حاجه، دي حاجه عظيمه يا يعني جماعه. اعتقد ان اي ست كل بعد ما بتكسر ال 30 بتقلق شويه. فبقت 35، بقت 38 بدات القلق اكتر. طبعا. فتخيل هي الستات كلها ما بتحبش تقول على سنها. سؤال يعني سؤال مش لا، وتلاقيه بترد بالعكس.
آه. طب انت تديني كام سنه انت آه. وتقوم بقى لو هو بقى ما يعني ما لا يا مش واخد بقى باله لو واحده مثلا عندها 25 سنه وحد لها 30 سنه ولا 32 مثلا كارثه اي ست تحب تديني كام سنه هي مثلا تبقى سيده مثلا 40 25 سنه هتقف عند ال 25 بالظبط احنا واقفين عند ال 25 يا جماعه خالص فطبعا ميسي عمل طفره كبيره ان فعلا خلى هوس كبر السن يختفي موجود. يختفي خلى ثقتنا بنفسنا تعلى خلى انتاجنا في المجتمع يعلى خلى انتاجنا مع في بيتنا مع جوزنا ازواجنا او عيالنا يعلى عارفه في ناس من اللي بيشوفونا دلوقتي ممكن يقولك يعني انت بتتكلمي معقوله يعني هو كريم هيخلي كل ده ما هو انتوا ما شفتوش الناس اللي العملاء اوريدي يعني يمكن انت بتحتكي كتير وبتشوفي ردود الافعال عامله ازاي وكلكم يمكن طبعا. بتحتكوا ده عندي دكتوره في المحله فخلصت هي واخده مني مثلا يجي اربع علب اللي هي واختها فاحنا عندنا طبعا الاوفر بقاله فتره فضغط شديد جدا فتاخر عليها المندوب اللي من الشركه ساعه كانت كارثه بتقول لي لا لو ما جاش النهارده انا علبتي خلصت انا لا يمكن استنى يوم والله معقول يوم بقول لها بيرتبطوا بيه لي. قوي بيرتبطوا بيه جدا ده بيبقى سايكولوجيكلي خلاص ادكت فعلا للبرودكت ده بس هو الواحد لما بيلاقي حاجه محليه حاجه مبسوط هو طبعاً. مبسوط منها اكيد هيرتبط بيها طبعا ده حقيقي والله العظيم طبعا يعني انا اعرف ليه صاحبات على طول في شنطته كده على طول اتاخرت بالليل بتاع كده موجود معاها في شنطتها فهو الواحد لما بيحب حاجه معينه مثلا منتج او اي او حتى لبس او اي حاجه بتلاقيه معلق عليه براند على البراند معلق مرتبط بيه وحبه جدا وما بيقدرش ان هو يستغنى عنه لانه باختصار محقق له الحاجه اللي هو عاوزها والاهتمام بالنفس كمان يا يمنى والبشره يعني المفروض ان احنا ما نستخسرش ابدا اي حاجه في نفسنا خصوصا في الاهتمام بنفسنا يعني ممكن مثلا اقول لك اللبس مثلا الاكل بتاع تحسي ان انت لكن فعلا الشكل والمظهر باكتر حاجه بتجذب البني ادم انه يعني لنفسه بتحببه في نفسه بتحببه في الناس اللي حواليه الناس اللي حواليه بيحبوا ان هم يتعاملوا معاه لما يشوفوا ان شكله حلو ومهتم بنفسه اكيد الاهتمام بالنفس دي حاجه جميله وعظيمه وانا دايما بقول الستات كلها تهتم بنفسها والرجال مش محتاجين هما كده كده بيهتموا بنفسهم اليومين دول يعني شايفه انا كده فبس في رجال كتير برضو يا دكتوره دينا بتجيب ماسي طبعا كتير احنا كلاينتس كتير فعلا بيكلمونا بنفسهم رجال يقول لك مثلا انا عندي مشكله انا فعلا عندي بقع غامقه انا عندي مشكله ممكن البقع بالذات بيتكلموا عنها كتير جدا الرجال ان هو انا عايز مثلا برضو بيتكلموا كتير عن مراتاتهم او بناتهم يعني حلو قوي انا على فكره ببقى سعيده جدا لما حد يقول لي انا مثلا بنتي عندها مثلا بقع غامقه وعايزه اجيب لها الكريم فبرضه هم مهتمين يعني هم سواء مهتمين بنفسهم او بالعائله يعني حلو فطبعا أنا بحب حلو جدا الراجل اللي يبقى مهتم كده والله بتبقى حاجه تفرح بالبيت وبالناس اللي حواليه والله العظيم يعني ده شيء لطيف يعني تبقى حاجه تفرح يحس ان هو مهتم بيهم وعايز يخليهم مظهرهم كويس وخايف عليهم بيبقى متضايق ان هم متضايقين يعني هم مشكله هي جات للرجاله على التطبيق دلوقتي طبعا انتوا عاملين خصم 35% طبعا على ماسي فهم بدل ما يقعدوا يفكروا ويقولوا بقى هنجيب ايه والوش بتاع كل سنه فخلاص معظمهم عرف هو هيجيب ايه هيجيب ايه طبعًا. سواء لمامته او لمراته عايز اقول لك كان لازم اقول على العميل ده موتني من الضحك او لحماته طب ده حماته رقم واحد دي كارثه حماته لا 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 ده لو حماته زعلت كل لحماته طيب عشته يعني لا والله ابدا لا ليه وليه زعلها ليه طيب ايوه دي الحما دي زي الام بالظبط يعني بالنسبه لي انا شخصيا يعني لو هو ما جابش لحماته مراته هي اللي هتطين عشته يعني انت دايما بتهدي نفوس مش عارفه ليه انت دايما بتهدي نفوس يا دكتوره حنان ماشي قلتي لي على بقولك على يوم يا يمنى على عميل هي الاول طبعا انا كتير برد على العملاء بنفسي بيتبسطوا قوي بجد دكتوره دينا بالصعوب بنفسها وبيبقوا فرحانين جدا ببقى مبسوطه قوي من ان انا اتجاوب مع العملاء بنفسي فبتقول لي يا دكتوره دينا انا عايزه كريم ماسي دروجولد انا مبسوطه جدا انك انتوا عملتوا العرض ده فقالت لي بصي يا دكتوره دينا جوزي جنبي فلو ما صغرنيش هيتجوز عليا بضحك كده ما بصي فلقيت جوزها بتقول لي جوزي معاكي على التليفون قال لي يا دكتوره دينا انا مزواج راجل بيعترف كده لا بتهزري لا بجد بتهزري بس بيهزر 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 هو حلو ان هو عايز يحلي مراته في رجاله كتير
مش يقول لمراته ايه لا 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 بلا فيلر بلا بوتوكس بلا عمليات تجميل بلا ماسك جولد هو كده حلو ويقولها انت عجباني كده وتلاقيه بيتفرج على التلفزيون على مغنيه اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك مش عارفه ايه استغرب فاللي هو انت عجباني كده انت حلوه كده عشان انت كده في فئه من الرجال كده بس دول مش كتير مش كتير خالص يا جماعه بيعملوا كده وفي نفس الوقت لو في اي واحده جت حلوه في التلفزيون بصي حلوه ازاي بصي قمر ازاي انا مش لا بس مش كتير برضو مش كتير انا عمري ما كنت متحامله على رجال أيوة. انت عارفين والله العظيم دايما لا مش عنصريه خالص انا بالعكس انا في صف الرجل لان انا عارفه ان الستات ساعات بيبقى ليها تصرفات تغيظ بيبقى غصب عنها بيبقى عندها ضغوط طبعا بيبقى عندها ضغوط وعندها ستريس فبيقول لي ده هيصغرها 10 سنين وعندها شويه تجاعيد وعندها فقلت له هيصغر يعني ايه كلمه يصغر 10 سنين في الشكل الناس مش فاهمه يعني ايه الكلمه دي انت مثلا لو اتصورتي صوره دلوقتي وتصورتي كمان 5 6 سنين 10 سنين هتلاقي اختلاف في شويه فرق. خطوط رفيعه وش بهتان تصبغات في الجلد بقع عدم نضاره كل الحاجات دي هالات سودا ده الشكل اللي بيخليكي اكبر فانت لما تقدري بماسي درجول تعالجي كل الكلام ده فشكلك يبدو اصغر سنيا 10 سنين فبيقول لي يا دكتوره دينا بصي انا مش هجيب لها واحد انا هجيب لها 2 علشان عايزاها تبقى ما عندهاش اي مشكله قلت له خلاص فلذيذ قوي هو راجل مهتم بمراته مهتم بشكلها فدي حاجه حلوه جدا الحقيقة. هي الكورس ده يا دكتوره دينا بيقعد او الازازه دي تقعد معاها 6 شهور مظبوط مش كده مظبوط احنا بنستخدم يعني اللي يجيبوا 2 يقعد سنه معاها يقعد سنه مظبوط بالظبط كده طبعا ميسي دورو جولد هو كورس مكثف 6 شهور استخدامه حتى مكتوب على العلبه ان هو مورنينج وايفنينج انا بستخدمه الصبح وبالليل من 4 لـ5 ضغطات الصبح وبالليل ببتدي ان انا اوزعهم على وشي بطريقه لو احنا معانا الفيديو النهارده هتقولنا الفيديو يا جماعه اللي بتاع طريقه الاستخدام بيتوزع بقى من 4 ضغطات من 4 ضغطات بنبتدي ان احنا نوزعه على بشرتنا من عند الخدود من جوه من عند الانف لبره من حوالين العين بطبطبه بسيطه جدا وبالنسبه للجبهه او الدقن والرقبه كمان بحركه عكس الجاذبيه الارضيه من تحت لفوق هو استخدامه بسيط جدا يا يمنى ما فيش اي مشكله فيه يعني ما فيش تحضير لا خالص زي ما الناس بتقول لك احضر نفسي خالص هي الفكره كلها لو انا مثلا لو انا حاطه ميك اب مثلا انا راجع بالليل وحاطه ميك اب وخلاص عايزه احط ماسي بالليل بشيله بالغسول بتاعي او بشيل الميك اب بشيل الميك اب المناسب لبشرتي بالظبط كده وابتدي احط ماسي بطريقه زي ما احنا قلنا ما فيش فيه اي مشكله ويتنام بيه ما يتغسلش خالص لا نسيبه ما فيش اي مشكله ولو صحينا ممكن تبقى لسه الجولد بارتكلز موجوده نتوضى لو احنا هنتوضى او هنغسل وشنا مفيش برضو اي مشكله يعني هو البشره بتستفيد منه اثناء فتره النوم حلو بيمتص اثناء فتره النوم الحاجات الجولد دي الجزيئات اللي بتبقى على البشره دي هو اوريدي خلاص اشتغلت على البشره بالظبط هي سرعه استجابه البشره بتبقى عاليه جدا بالليل الجولد بارتكلز اللي بتفضل على البشره على فكره بتزيل الخلايا الميته فهي تاثيرها بيفضل انا بشرتي يعني شربت الكريم كله استفادت بال 56 عنصر بلس كمان من البشره الخارجيه لا بيحافظ ان هو بيشيل الخلايا الميته ويحافظ على نضارتها. طيب دكتوره حنان تفكري للساده المشاهدين بالعرض اللي انتوا عاملينه بمناسبه عيد الام. تمام يا يمنى انت زي ما كنتي بتقولي لدكتور دينا انه لو حد اخذ 2 هيبقى يكفيه سنه احنا عاملين عرض حلو جدا ولو اخذ 2 هياخد واحده كمان هياخدهم 2 بالسعر الاصلي وهياخد واحده كمان فري فكده الكورس هيكفيه سنه ونص مش سنه لانه هياخد واحده فري واي حد هيشتري ماسي عليها خصم 35% لو علبه واحده بس عليها خصم 35% فطبعا ده اوفر حلو جدا ما اتعملش في تاريخ ماسي قبل كده وعملاء كتير جدا يا يمنى من كل انحاء الجمهوريه فعلا بيكلمونا عملاء كتيره كان عندهم وجابوا الاوفر اللي هو الثلاث عشان يفضل معاهم سنه ونص فاحنا دايما بنقول يا جماعه ان ماسي دورجولد هو كورس علاجي متكامل للبشره ولازم ناكد على كلمه علاجي ان زي ما قلنا في الاول او زي ما كنت بقول لك ان الواحد ما يستخسرش ببشرته اي حاجه خصوصا لو فيها اي عيوب احنا بنبقى عايزين نعالج البشره عشان نظهر بمظهر حلو فلازم نقول ان هو كورس علاجي من الدرجه الاولى وبتيجي بقى الدرجه الثانيه التجميل انا لما بعالج بشرتي انا هبقى جملت بشرتي هبقى استخدمه ككريم تجميل صحيح. بس هو كريم او كورس علاجي في المرتبه الاولى طيب العرض بتاعكم ده لمده معينه او انتوا عاملين يعني احنا عاملين طبعا احنا عاملين كميه محدده جدا جدا يا يمنى هي اوشكت على الانتهاء للاسف بس يعني ايه يعني بنقول للعملاء دايما يحاولوا ان هم يتصلوا وان شاء الله يلحقوا الاوفر طيب نروح لتقرير يلا بينا ماسي دورو جولد
من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، في ناس كتير قوي تسألني وتقول لي طيب أنا لو جبت ماسي دلوقتي واستخدمته 6 شهور وطلعت بنتيجة حلوة قوي وحلاني وصغر شكلي وكل حاجة، بعد ما ماسي يخلص هعمل ايه؟ هرجع يحصل لي مشاكل تاني؟ يعني الحلاوة اللي أنا انت فاهمة هما يقصدوا ايه؟ ماسي مختلف يا يمنى. ماسي مش كريم عادي زي ما قلنا، ماسي كورس كبير. ماسي الحلو اللي فيه انك انت يوميا بتغذي بشرتك ب 56 مكون. ماسي دورو جولد ليه سر تركيبه معينه مش موجوده في اي كريم تجميلي علاجي في العالم. سر تركيبته في عناصره، في ان هو متصنع بطريقه النانو سيستم. يعني اولا طبعا انت عارفه ان الجولد بارتكلز اتقل مثلا من مكونات تانية. كل ضغطه فيها جولد، فيها كافيار، فيها كولاجين، فيها سيراميد، فيها هيلورونيك اسيد فيلر. فانت يوميا بتغذي بشرتك بمكونات ماسي دورو جولد. طبعا لو هنحقن فيلر وبوتوكس انت بتغذي البشره مره واحده تحت الجلد الفيلر، ومع الوقت اوريدي المفعول بيقل وبترجعي تحقني تاني بعديها بست شهور. الفيلر مش علاج، هو الفيلر اداه تجميليه وبتروح. لكن ماسي انت كل يوم بتشوفي تحسن. يعني الفرق ان ماسي دورو جولد اول شهر بتشوفي تحسن في التجاعيد وفي البقع والهالات السوداء واي علامات تقدم في السن. الشهر الثاني بتشوفي تحسن اكتر، الشهر الثالث بتشوفي تحسن اكتر، لغايه ما بتخلصي الكورس بيبقى وشك اوريدي تشبع بكل مكونات ماسي دورو جولد. هيقعد فتره طبعا شكلك زي القمر، وهتقعدي فتره طويله انت محتفظه بنتيجته. بس اي حد هيهمل طبيعي ان ممكن يحصل مشاكل، بس ما بترجعش زي الاول. فعشان كده بقول احنا مع ماسي دورو جولد بنحافظ على بشرتنا، وبعد ما بنخلص ماسي دورو جولد نقدر نحافظ اكتر. بلاش الفاست فود، بلاش النوم المتقطع، ننام كويس، نشرب ميه كويس، يعني على الاقل بلاش الشمس. الاسترس النفسيه لازم تفضلي على طول انت نفسيتك حلوه، ولازم تبقي بوزيتيف. بس هو صعب يعني
انا مش هتكلم. ازاي يعني؟ في حد نفسيته تفضل حلوه على طول؟ نحاول نتقبل المشاكل بصدر رحب يعني. صحيح. نحاول ان احنا ما نبقاش حساسين قوي. انا عندي مشكله في الموضوع ده. خلوا بالكم اللي بتقول لكم كده دي اكتر واحده يعني الصدمات هتلاقي بطباعها نازله في ثانيه. للاسف. فاحنا نحاول ان احنا تكوب مع الحياه. كل الناس عندها مشاكل. ان احنا ناخد الصدمات بصدر رحب ونعرف نحل. مفيش مشكله مالهاش. بس ده حقيقي والله. انتوا عارفين النكد بيأثر العمر وبيجيب الامراض وبيقلب الدنيا نكد. طب ليه؟ ليه يعني؟ ماشي ازعلوا مفيش مشكله، بس ما تعيشوش بقى في النكد فتره طويله. طبعاً. يعني ادوه حقه، حقه ده اللي هو شويه صغيرين قد كده، بعد كده عادي يعني اتعاملوا عادي، لان ده هينعكس. الحياه بتستمر والله، ما بتقفش الحمد لله. فانتوا اعتمدتوا على تقنيه النانو، والتقنيه دي معروف ان هي من احدث التقنيات على مستوى العالم في تصنيع المنتجات التجميل والحاجات دي. طبعا. طيب النتيجه اللي ناس كتير بتسال عنها يا دكتوره دينا، يمكن انتوا بتجاوبوا على السؤال من خلال التراخيص بتاعتكم اللي يمكن طبعًا بتعرضوها على الشاشه يوميا. مزبوط. تقولي لي مترخص منين؟ طبعا ماسي دورو جولد مرخص من ثلاث جهات مختلفة، أولهم طبعا وزارة الصحة المصرية في مصر. طبعا احنا منتجات كتير احنا هنا بنكتفي تماما ان احنا تبقى مرخصة من وزارة الصحة. كده انا في السيف سايد، منتجي المنتج بتاعي آمن. اي حد يقدر يستعمله. ما بالك بقى ان ماسي دورو جولد هو مرخص من ثلاث جهات مختلفة. اولهم طبعا وزارة الصحة المصرية، مرخص من دول الاتحاد الاوروبي، وكمان مرخص من حكومة دبي الامارات. ثلاث اماكن ثلاث اماكن يخليني ان انا وانا بستعمل ماسي دورو جولد استعمله من يعني من غير ما افكر ان انا في حاجه او ابقى قلقان او استعمله بشكل امن. كل الجهات دي خدت عبوات عشوائيه من ماسي دورو جولد، قدرت ان هي تحللها ولقت ان هي مطابقه للمواصفات، واي حد يقدر يستخدمها بدون اي اثار جانبيه. طيب يا دكتوره حنان، ليكوا فروع طبعا ومنتشرين وما انتوش بتوع طبقه معينه ولا شريحه معينه ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص. احنا فعلا دلوقتي بقينا كل الطبقات والله يا يمنى فعلا، وخصوصا بعد الاوفر كمان. يعني بصي، كان الاول قبل الاوفر الناس بتتصل تسال ويقول لك احنا فعلا طبقات المشاهير والممثلين وكده، بس في برضو طبقه من طبقات الناس العاديه كانوا بيتصلوا فعلا وياخدوا عشان يجربوا في سبيل التجربه. انا اعرف ناس بالظبط جابت الماسي. ناس عادية جدا والله العظيم، ناس عادية بعد الأوفر بقى من قرايبي ومن صديقاتي. صح. يعني عادي خالص يعني. صح. ناس زي الفل وعاديين خالص، مش اللي هم يعني. بصي يا يمنى، انت لو فكرتي بطريقة يعني اقتصادية شوية، ان ماسي دورو جولد بيكفي ست شهور، انت مش بتدفعي المبلغ ده عشان يكفيكي شهر او اتنين. يعني في منتجات اغلى من ماسي بكتير، و 50 مللي 30 مللي. فلو جيتي فكرتي انك انت بتقدري تغني نفسك عن كريمات غاليه جدا على فكره. يعني في كريمات ترطيب بتبقى غاليه وبتكفي شهر واحد، انت بتغني عن الكلام ده كله. في كورس ماسي بيكفي ست شهور، فبتقسمي مثلا المبلغ على ست شهور بيطلع لك ولا كانك جايبه كريم ترطيب مثلا. طب انا اقول لك على حاجه، في ناس ممكن بدون ما نقول بنتكلم في سعر، في ناس ممكن تقول لك ايه، طب ما نروح اعمل بوتوكس وفيلر. انت فاهمه قصدي؟ يعني بيقولوا كده. بيبقى في مشاكل تانية يعني، مشاكل مثلا زي التفتيح او مشاكل بالظبط. في حاجه من الحاجات دي يا يمنى، في فئه على فكره بتحقن فيلر وبوتوكس، وفي فئه ما بتحبش تحقن فيلر وبوتوكس. في فئه بتخاف من حقن الفيلر والبوتوكس. طبعا لازم يبقى دكتور معروف جدا. الماده تبقى معروفه جدا. ماسي دورو جولد لا، انت مش محتاجه دكتور، هو اوريدي فيه فيلر وانت بتحطيه سوبرفيشال، مفيش اي تقلقي من حاجه. وبعدين هو حتى الدكاتره بيقولوا انه البوتوكس والفيلر كل ست شهور انت لازم بيروح ده، نتيجته مش بتروح. صح. وبعدين كمان يا يمنى الفيلر والبوتوكس بيعالج بس التجاعيد والخطوط الرفيعه. انا عندي ماسي، ودايما بناكد ان ماسي هو كورس علاجي متكامل لجميع عيوب البشره، مش بس كريم تجاعيد. يعني احنا عندنا من سن 18 سنه بيستخدموا ماسي ما بيبقاش عندهم تجاعيد، بالعكس انا بعالج عيوب البشره. عيوب البشره دي انكلودنج بقى كذا حاجه، اول حاجه عندك التصبغات الجلديه، البقع الغامقه، الهالات السوداء. الهالات السوداء دي مشكله جامده جدا عند ناس كتيره جدا. عندك عدم توحيد لون البشره او دبلان البشره. عندنا مثلا ممكن برضو تحسي ان بشرتك مش ميه واحده او مش لون. صح. واحد. صح. في تحسي ان في بقع هنا غامقه، بقع فاتحه، بقع. فماسي بيقدر ان هو يوحد لون البشره. بيعالج الكلف، بيعالج النمش. الحاجات دي كلها مش بتتعالج بالفيلر والبوتوكس. الفيلر والبوتوكس بيعالج بس التجاعيد. ماسي بيعالج التجاعيد بالاضافه الى عيوب البشره. فانا عشان كده دايما بنقول ان ماسي دورو جولد زي ما انت بتقولي زي الفيلر والبوتوكس بيعالج تجاعيد وبيعالج خطوط رفيعه
رفيع وبيمنع تكوين علامات تقدم في السن جديده، بلس ان هو بيعالج كل عيوب البشره. هو في حاجه زي البوتوكس والفيلر بالظبط اللي هو الهايلورونيك اسيد. الهايلورونيك اسيد هو الفيلر، بس الفرق ان الهايلورونيك اسيد بيبقى سب كيوتينيوس لما باجي حقنه بالفيلر بيبقى سب كيوتينيوس بدخله جوه الجلد بالحق. انما ماسي دور جولد هو توبيكال اكشن او افكت اللي هو بنسميه على الجلد مباشره. فانا بيدي نتيجه حلوه جدا مع الناس اللي عاملين فيلر وبوتوكس وبستخدمه ماسي. ليه؟ لان انا بعزز تاثير الفيلر والبوتوكس. انا عندي فيلر وبوتوكس انا حقناه فيلر مثلا في المنطقه دي، وبعد كده كل يوم الصبح وبالليل بحط ماسي على نفس المكان اللي انا حقنا فيه الفيلر والبوتوكس. فبدل ما الفيلر والبوتوكس بيقعد معايا 6 شهور، مع ماسي دور جولد هيقعد معايا سنه المفعول. بالظبط. بلس بقى ان انا غير اني بعالج ودايما بناكد غير اني بعالج التجاعيد، انا برضو بعالج عيوب البشره زي الهالات السوداء زي التصبغات الجلديه، البقع، الدكنه، الكلف، النمش، وعدم توحيد لون البشره. طبعا ما هو في 56 حاجه، فلو وبعدين عارفه على حاجه الفيلر والبوتوكس. يعني اولا هو زي ما دكتوره حنان قالت ان الفيلر فيه هيلورونيك اسيد، احنا عندنا كمان ماده جوه ماسي دور جولد اسمها اسيتايل هيكسابيبتايد، دي بوتوكس لايك اكشن، مش ماده البوتوكس، هي بوتوكس لايك اكشن. عندنا الالاستين، الفيلر والبوتوكس هي ماده الهيلورونيك اسيد. ماسي دور جولد فيه 56 مكون، لا الكافيار موجود في الفيلر والبوتوكس، ولا الذهب موجود في الفيلر والبوتوكس، ولا السيرامايد، ولا الجرانيول، ولا كل 56، ولا السيليكون اويل. فكل المكونات دي البشره محتاجاها جدا. يعني اولا ماسي دور جولد فيه انتي ايج، يمكن لازم اعمل فوكس على الانتي ايج، لازم كريم من مقاوم التجاعيد طبعا لازم. ماسي دور جولد انتي ايج بالذهب والكافيار والكولاجين كلهم فيهم مضادات اكسده. فكل المكونات دي مش موجوده في حقن الفيلر والبوتوكس. بس طبعا عندنا فئه كبيره جدا بتحب تحقن فيلر وبوتوكس، على طول بنصح باستخدام ماسي دور جولد مع حقن الفيلر والبوتوكس. لان ماسي دور جولد مكمل للفيلر والبوتوكس بمكوناته وبالمشاكل الثانيه اللي يقدر يعالجها، بلس التجاعيد زي ما دكتوره حنان قالت، النضاره، توحيد لون البشره، الهالات السوداء، النمش، الكلف، وشد الجلد. يعني كتير بيقولوا لي دكتوره دينا ازاي ماسي دور جولد يقدر، ازاي كريم يقدر يشد الجلد؟ ماسي دور جولد فيه سيرامايد، الماده دي يعني يقولوا ايه يعني لما احطه كده وشي هيتشد كده؟ بس طبعا انا بقول خطوط هنا وخطوط هنا وبتاع وهنا، حتى كتير بيبقى عندهم تهدلات تحت العين يقدر يشد التهدلات. في ناس عندها دبل تشين في رقبتها يقدر يعالج الدبل تشين. لكن لازم اقول طبعا التهدلات القويه بنحتاج خيوط او بنحتاج عمليات جراحيه. لكن بنصح اي حد داخل جراحات سمنه، دايت، سواء ست او رجل او بنت، انت عارفه بعد الجراحات السمنه بيبقى الجسم خس، لكن الوش على طول كتير بتلاقيه تعبان. فقبل ما نخش جراحات السمنه او الدايت بنصح باستخدام ماسي دور جولد، علشان بندي نضاره للوش. وكمان الست الحامل ما ننساهاش. لا والنبي ما حدش ينساها دي، هي دي تتنسي. انتوا عارفين ان بره مصر الاولويه دايما عندهم الاطفال، الحيوانات، الست الحامل. ايوه دول انا مش عارفه الحقيقه ترتيبهم ايه بالظبط، بس دول في اولوياتهم ان هي ما تقفش في طابور. لو في اي حاجه تمشوها بسرعه بيهتموا جدا بالاطفال طبعا والحيوانات والسيده الحامل طبعا. لازم يبقى ليكوا دور مع السيده طبعا الحامل. السيده الحامل بتستخدمه بعد الشهر الثالث. انت عارفه ان البيبي بياخد من اكلها وبياخد من الفيتامينز بتاعتها، طبعا هي بتبقى ماشيه مع الدكتور بيديها الفيتامينز، لكن مع الوش بيحصل بهتان، بيحصل عدم نضاره. فلازم مع الست الحامل عشان كمان نمنع الكلف تستخدم ماسي دور جولد من بعد الشهر الثالث. دكتوره دينا تفكري الساده المشاهدين بالعرض الجامد. اكيد يعني طبعا. انا شخصيا اعرف ناس كتير صحباتي وكده استفادوا في الموضوع ده، مصدقوا بصراحه. طبعا ماسي دور جولد عامل طبعا اوفر حلو قوي، ان اي حد حابب يشتري علبه واحده من ماسي دور جولد هياخد خصم 35%. اوكي. واللي حابب ان هو يشتري علبتين من ماسي بالسعر الاصلي هياخد التالته هديه. انا عايزه بس اكد على حاجه يا يمنى، ان احنا على طول بنتسال، هو يا جماعه هي نفس العلبه، هي العلبه الصغيره، انتوا عملتوا طيب حجم صغير؟ لا انا عايزه بس هي انا لسه واخداها. ماسي دور جولد هي ال 120 مللي، نفس حتى الانجريدينتس. انا برضو جالنا اسئله، طب انتوا غيرتوا حاجه في لا 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 في الانجريدينتس او كده؟ خالص، هي ال 56 عنصر من الجولد بالظبط. ولا تسال طبيب، بيسالوني كتير قوي على الصفحه بتاعتي. دي حقيقة كتير قوي بتقعد تبعت لي على الصفحه بتاعتي كتير بيسالوني. فلا هي يا جماعه هي نفس العبوه، ما فيهاش اي اختلاف خالص. طيب نروح لتقرير، يلا يكمل. يلا ماسي دور جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم،
يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Macedora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Macedora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Macedora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Macedora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Macedora Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Macedora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Macedora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. Macedora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Macedora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Macedora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة. ورجعنا مرة تانية بعد الفاصل، ودكتورة حنان يمكن بنشوف في تقرير إنه ليكوا فروع كتير في أماكن كتير، تقولي لي الفروع بتاعتكوا فين وإزاي الناس بتتواصل معاك؟ تمام، هو الناس كلها بتتواصل يا يمنى من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. عندنا أرقام في جميع أنحاء الجمهورية، بنوصل لكل المحافظات في جمهورية مصر العربية، في كمان في جميع أرقام لجميع أنحاء العالم، في كل أي حتة في العالم بنوصل، وكمان في أرقام لدولة الإمارات الشقيقة. كمان عندنا بالنسبة لفروع الشركة، فروع الشركة احنا عندنا أربع فروع. عندنا أول فرع اللي هو ماسي فارم إيطالي، ده مقر المين أوفيس أو المكتب الرئيسي في إيطاليا. ماسي فارم جلف اللي هي في دبي، جبل علي المنطقة الحرة. ماسي فارم كوزماتيكس لمستحضرات التجميل برضو في دبي. وعندنا طبعا ماسي فارم جوه القاهرة أو في جمهورية مصر العربية مقرها القاهرة. قريبا جدا هنبقى في ماسي فارم في أمريكا في يو اس اي مقرها فيلادلفيا. وانتوا كمان موجودين على السوشيال ميديا؟ طبعا لينا صفحات كثيره جدا على السوشيال ميديا. بالظبط، وعايزه اقول لك يا يمنى ان فعلا صفحات السوشيال ميديا عامله شغل حلو جدا. الناس كلها في تفاعل جامد جدا، والناس كلها بيسالونا على السوشيال ميديا لو في اي سؤال بيبعتوا لنا على الصفحات. وفعلا يعني في تفاعل جامد جدا، وخصوصا من سن التين ايجرز او من 18 سنه. دكتوره دينا، يعني 18 سنه في ناس من اللي بتتفرج عليها تقول لك مش بدري 18 سنه ده ان انا اسال على الحاجات دي او اتكلم في حاجات بتعالج مشاكل البشره، او مثلا لما تلاقيها بتتكلم مع مامتها ان هي مثلا عاوزه او كده تقولها بنتي انت لسه صغيره. الحاجات دي بتاعتنا احنا، مش بتاعتك انت خالص. بالعكس ماسي دورو جولد اولا احنا بنقول عليه منتج علاجي تجميلي ووقائي. تمام. وقائي من ايه؟ ان انا بستخدمه في سن صغيره، انا سن 18 سنه ممكن يبقى الحمد لله ما عنديش مثلا اي مشاكل، ما عنديش يعني عيب واضح وصريح في البشره، لكن انا بستخدمه بشكل وقائي يمنعني ان وجود تصبغات، يمنعني بقع. بستخدمه كسان بلوك، ان انا مثلا انا سن 18 سنه بروح الجامعه بنزل الشغل بعد شويه، لا بستخدمه كسان بلوك الصبح يحميني من اليو في ريز اللي هي اشعه الشمس الضاره اللي هي مسؤولة أصلا عن تكوين التجاعيد، يمنعني تماما أو يأخر تماما ظهور علامات التقدم في السن. بعزز بشرتي بترطيب عالي جدا، بنضارة عالية جدا طبعا، من خلال 56 مكون اللي في ماسي دورو جولد. فماسي دورو جولد هو طبعا منتج علاجي تجميلي ووقائي، فطبعا حلو جدا ان انا استخدمه من سن صغير، ان هو يحمي لي بشرتي تماما من اي مشاكل ممكن اتعرض لها.
دكتورة دينا، يمكن ال 56 مكون اللي فيه بيشتغلوا على نفس ألوان البشرة بنفس الطريقة ونفس الأنواع؟ طبعا ماسي دروجولد مناسب لجميع أنواع البشرة يومنا، يعني ماسي دروجولد اتصنع في 6 سنين أبحاث عشان نقدر نناسب البشرة الجافة، نناسب البشرة الخمرية، سوري ألوان البشرة كمان مش بس أنواع البشرة. ماسي دروجولد مناسب للبشرة الجافة، الدهنية، المختلطة، الحساسة والعادية. ازاي ماسي دروجولد يقدر يناسب البشره الجافه؟ لان في اكتر من 20 مكون في ماسي دروجولد بيساعد على ترطيب البشره، لان انت عارفه ان البشره الجافه هي اكتر بشره عرضه للتعجيز، وكمان الفاين لاينز والخطوط الرفيعه. ازاي قدرنا نناسب البشره الدهنيه؟ ماسي دروجولد مناسب للبشره الدهنيه جدا لانه متصنع بطريقه النانو سيستم، فكل مكوناته صغيره جدا ما بتسيبش اي جريزي ريزيديو على السكن. كمان ماسي مش هتحس بطبقه اطلاقا دهننة خالص، ولا تحس ان وشك مزيت. على فكره مش بس البشره الدهنيه اللي بتضايق، اي نوع بشره بتضايق تحس ان وشها مزيت. كمان ماسي دروجولد اكوا بيز مش اويلي بيز، دي حاجه مهمه قوي ان ماسي دروجولد البيز بتاعه اكوا، فما بيسيبش اي جريزي ريزيديو على السكن. فاكيد ماسي دروجولد مناسب لجميع انواع البشره، جميع الوان البشره، لان كتير بيقولوا الموديل بيضه واحنا عايزين نشوف بشره خمريه. ده انا اكتر ناس بتسالني عن ماسي على صفحتي السودان واسوان والله العظيم اكتر ناس بتسال البشره، وعامل نتيجه تحفه. انت عارفه بشرتنا في مصر معظمها خمريه، عامل نتيجه تحفه مع البشره، يعني نتيجته حلوه مع البشره الخمريه، تجنن يعني، بتشوفي لوك حلو قوي. لازم اقول ان ماسي دروجولد يومنا ليه مختلف عن اي منتج تاني موجود في العالم، انه بيدي جزء من النتيجه من اول دهنه. مش ممكن هتلاقي ماسي دروجولد بيدي نتيجه من اول دهنه زي ماسي. ماسي دروجولد بيديكي تنشيط للدوره الدمويه من اول دهنه، بتشوفي وش كله روزي، كله نضاره. طيب دكتوره حنان، فكري الناس بالعرض بتاعكم، واحنا بنعمل كده انه انتوا مش عاملينه كتير، ده هو فتره محدوده وهيخلص جدا وعلى كميه محدوده جدا. احنا عاملين فعلا الاوفر ده بمناسبه عيد الام، لان انت عارفه ان الشهر مارس هو شهر المراه، فبمناسبه عيد الام واليوم العالمي للمراه احنا فعلا عاملين اوفر حلو جدا على ماسي، ان شركه ماسي فارم مقدمه اي حد في الدنيا هيشتري ماسي دروجولد علبه هياخد عليها خصم 35%، وكمان لو اشترى علبتين هياخدهم بسعر الاصلي وهياخد عليهم علبه كمان فري. طيب يعني الساده الرجال بقى يقدروا لمامهاتهم والحمواتهم ولزوجاتهم اكيد، فيعني ما ينسوش حمواتهم زي ما حنان قالت. لا حموات مهمين جدا بجد، اصل انت قلت الحموات وانا بحب حماتي جدا جدا، فانا بزعل قوي لما الاقي بعض السيدات او بعض الزوجات بتعامل حماتها بشكل مش كويس، او تحب تجيب لنفسها حاجه وتداري عليها ان هي جابت حاجه مثلا زي ماسي مثلا. مثلا لان انا شفت المواقف دي، تجيبه وتقول لجوزها ايه، اوعى تقول لمامتك ان انا جبت ماسي، اوعى. طب ليه؟ ليه يعني؟ ما هو اصل يعني عارفين المعامله الكويسه بتجيب معامله كويسه. طبعا انت لو عملتيها كويس وحبيتيها من قلبك هتلاقي اكيد هي هتعاملك كويس. فبلاش الغيره ساعات اللي بتبقى مش حلوه دي، والراجل يعني يبقى رايح جاي في النص مش عارف يعمل ايه، يرضي مراته ولا يرضي بس يرضي مامتك. يعني انا بقول لك مامتك، ما حدش يزعل مامته طبعا. ابدا يعني انا عن نفسي بقول. فانت يعني طبعا انت انا ما جربتش، انت كمان ما جربتش؟ لا انا مجربه. لا الحمد لله، لا الحمد لله، يعني الدنيا كويسه وانا بحبها برضو حماتي جدا، وبقول لها كل سنه وانت طيبه، وبقول لامي طبعا كل سنه وهي طيبه. فلا الحمد لله الدنيا ستيبل، وطبعا انا اتمنى ان انا اجيب لها حاجه تسعدها هي. حتى على فكره بتسالني كتير، هي قالت لك بتقول لي يا دينا انا محتاجه ماسي، هي ما شاء الله اكبر زي القمر. يا دكتوره دينا انت عرفتي دلوقتي يعني انتوا بجد حليتوا ازمه. انا كنت ببقى محتاسه ومحتاره ومش عارفه اجيب ايه وهعمل ايه، خلاص كله ماسي وخلاص. في عيد جواز بيجيبوا ماسي، في عيد ام بيجيبوا ماسي، في عيد ميلاد، في عيد ميلاد بيجيبوا ماسي، في الفالنتاين بيجيبوا ماسي. ايوه كل حاجه. هو اصل اي ست في الدنيا هتساليها هتقول لك انت اكتر حاجه هتحبيها، تقول لك عاوزه حاجه تخليني حلوه. بصي في ستات عندهم اولويات، في ناس مثلا، في ستات بيحبوا مثلا الجولري قوي، او شنطه براند بالشيء الفلاني او قد كده. في ستات تقول لك لا انا لا يهمني البس الماز، ايوه، ولا يهمني البس ذهب، انا بحط ذهب على بشرتي، ولا يهمني امسك شنطه بكذا الف جنيه، انا يهمني ان وشي يبقى حلو. وانا من الناس دي، بقول لك احنا كلنا عايزين يبقى حلوين، يعني انا من الناس دي. انا بنلبس لو ما بنلبسش، بنجيب براندات ما بنجيبش براندات، من اعلى حد طب عارفه بجد الفكره يومنا ان بعد ما بتوصلي لسن معين
بيبدا فعلا تركيزك عالي جدا مع البشره. يعني انا لاحظتها مع والدتي مع حماتي، لا بيبتدوا ان هم ايه لا انا محتاجه حاجه استخدمها تبقى معايا، محتاجه منتج يديني ترطيب يديني نضاره. عارفه ليه يا دكتوره دينا؟ لان هم ما كانش فيه الاكسبيرينس بتاعت ان انت لازم تهتمي من زمان. دلوقتي كل البنات عارفه وكل البنات فهمت دلوقتي ان انت كل ما هتهتمي بدري كل ما انت مش هيحصل لك مشاكل بدري. فهم ما كانش فيه على ايامهم الحاجات ما أنا بقولك دي. بس عارفه دلوقتي الفكره لا هم بقوا مهتمين. انا اللي قصدي اقوله لك ان هم في السن ده هم محتاجين فعلا محتاجين يعني هم محتاجين طبعا كريم يعالج التجاعيد يساعد على نضاره بشرتهم اكتر. بكتير بيعانوا فعلا من البقع الغامقه فبيستخدموه طبعا يدي معاهم نتيجه حلوه جدا. فلا طبعا محتاجين يعني سواء السن الكبير او الصغير طبعا يعني فعلا ده حقيقي. بصي يا يمنى مثلا عميله كلمتني عاجبها قوي الاوفر فاشترت في الاوفر، هي عندها 38 سنه. قالت لي خلاص يا دكتوره دي انا هشتريه وكمان سنتين بقى بستخدمه. قلت لها انت هتستني سنتين تعمل ليه؟ ليه هتستني؟ قالت لي ده انا زي القمر وما عنديش مشاكل في بشرتي. ايه المشكله بقى زي القمر؟ قالت لي اكثر ال 40. قلت لها طب وبالنسبه للعمر اللي عندي عندها 20 سنه بتستخدمه ليه وما عندهاش مشاكل؟ قالت لي ايه ده عندك حق. فهي اخدته وقالت لي خلاص هستخدمه دلوقتي. انا بقول لو زي العميله دي في ناس بتفكر ست بنات عندها 37 سنه او سيدات عندها 37 سنه بتفكر ان هي لما تبقى تكسر ال 40 تبقى تستخدمه. لا لازم نستخدمه من اقل كمان من سنه. ايه الفكره لما تكسر ال 40؟ ده انا بشوف ناس في ال 40 احلى من اللي عندهم 20 سنه. سبحان الله. هي ربنا مهتمين بنفسهم اكتر من اللي عندها 20 سنه. التقدم في السن مع ان ال 40 سنه على فكره هي ناضجه في عز شبابها ودماغها بتبقى راسيه وحلوه وشكلها كمان. يعني محدش قال ان 40 سنه دي تبقى عجوزه ابدا خالص. لا يمكن. لا نيفر. لو سمحتوا احنا لسه والله ما جيناش ل 40 عشان محدش يقول لسه بدري علينا على 40. بس احنا يعني مش شايفين انه ال 40 دي مشكله خالص. ما بقاش زمان. دلوقتي بقى فيها الاعتناء بالبشره والاعتناء بالاكل وبالجسم وحاجات كتيره جدا تقدر تقاومي ظهور علامات التقدم في السن. ففعلا مع ماسي دروجولد انت مش هتخافي ابدا من انك انت تبقي 40 50 60 مفيش مشكله خالص خالص ولا يهمنا. لا لا انت تقعدي تحطي رجل على رجل وقاعده وكفايه ان مثلا سيدات عندها 60 سنه وبناتها في مخلصين جامعه وشكلها ما تفرقيهاش بينها وبين بنتها. صح صح. نفسي بقى لما اكبر ابقى كده بجد. نفسي بجد والله العظيم لما اكبر ما يعني ما يبانش عليا كده يشوفوا بناتي يقولوا ايه ده انت اخوات. فالكلمه دي بتبقى لطيفه قوي. اختك دي ما تقوليش ولادك. طبعا. فطبعا ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الواحد بيهتم بنفسه. لو الواحد ما اهتمش ما هو هيعجز والزمن هيعلم فيه زي ما يعلم وخلاص. لكن احنا بقى بنتحايل على موضوع السن ده والزمن بان احنا نستخدم الحاجات اللي تخلينا شكلنا اصغر وشكلنا احسن. واحسن كمان يا يمنى ان الواحد يهتم ببشرته احسن من اللبس او من زي ما دينا كانت بتقول انه انا بحس ان ممكن تبقى واحده لابسه حلو جدا ولابسه براندز وعامله كل حاجه ولابسه احسن لبس واحسن شنط وجولري وبتاع بس هي شكلها مش حلو فمش هيبان عليها الحاجه. بالعكس شكلها مش حلو. لا مش شكلها مش حلو. وشها مطفي بالظبط. انا قصدي وشها مطفي او في عيوب في بشرتها. بعكس لو واحده مثلا مهتميه جدا ببشرتها وعندها بشرتها بيرفكت اي حاجه سهله اي حاجه بسيطه هتبقى تحفه. بيضه قمر وجينز شفت الاجانب بيعملوا كده بشرتهم تحفه وتلاقيها لابسه الجينز ما بيعملوش مجهود خالص في ان هم يعني واحده زي ميك اب او جولي روبرتس مثلا بتمثل بشبشب وجينز وتي شيرت ب $5 مش ومش لكن مش عامله مجهود في ان هي تعمل ميك اب تطلع خالص. بس ايه الاساس حلو طبعا. الاساس لان الاساس بشرتها حلو. نجمات هوليوود كل واحد فيهم او كل واحده فيهم عندها حد لجسمها معتني حد لبشرتها. وكمان على فكره كل نجمات هوليوود صرحوا ان هم بيستخدموا ذهب وكافيار على بشرتهم. صح طبعا. فده احلى من تبقى زي ما حنان قالت تبقى لابسه من فوقيها لتحتيها براند وشها بس يبقى مطفي. صحيح بالظبط كده. انتوا مش ناويين تعملوا ابوات صغيره للناس؟ احنا دايما بنقول ان ماسي دور جولد هو كورس علاجي تجميلي للبشره ودايما بنقول انه علاجي فلازم يا جماعه يبقى لمده 6 شهور ما ينفعش يبقى اقل. لو عملنا عبوه صغيره هيبقى 120 ها هو 120 ملي في 56 مكون. فلو عملنا عبوه صغيره مش هتكفي 6 شهور فمعنى كده ان انا مش هعالج بشرتي فلازم يكفي لمده 6 شهور كورس علاجي متكامل استخدم الازازه اللي هي 120 ملي. تمام. نروح لتقرير يا جماعه. أوكي. يلا ودينا تقرير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد
يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا, يمكن ماسي مختلف عن منتجات تانية كتير ان هو لا اول ما بنحطه بنحس بحاجة مختلفة. مظبوط صح. ايه بقى الناس الاول مرة مثلا بتستخدمه او إيه هتستخدمه هيحسوا بيه؟ مش احنا على طول عارفة بنقول عليه كريم الذهب. هو اول تأثير فعلا انا بشوفه هو تأثير الجولد بارتكلز. أوكي. الجولد بارتكلز بتساعد على تنشيط الدورة الدموية, فبالتالي بحس بلسعة خفيفة أو سخونية بسيطة على البشرة, تديني كمان لون احمرار أو لون تخلي البشرة لونها روزي شوية. وإحنا أصلا كلنا بنحب فكرة البلاشر. يعني إن إحنا نحط بلاشر على البشرة دي حاجة أساسية عند معظم الستات. فحلو قوي إن أنا أستخدمه, وبيبقى بشوف أول تأثير طبعا اللي هي الروزي أو الروزي فيس. طبعا بعد شوية مثلا من أسبوعين من استخدام ماسي دورو جولد أبتدي أحس بالنضارة عالية جدا يا يمنى للبشرة, بترطيب عالي جدا للبشرة, وده طبعا سبب وجود السيرامايدز. النضارة دي اللي هو طبيعة جلدي نفسها بتحلو. بالظبط. بتختلف. بالظبط. بتحسي ان وشك شكله سموزي اللي هو ناعم. حلو. مفيش فيه يعني مفيش بيل, مش شكله مثلا شاحب او مطفي زي ما احنا كنا بنقول. نضارة بتنور الوش عالي, يعني بتدي نضارة وجلو للبشرة عالي جدا. النضارة دي هي الحلاوة يعني بالبلدي كده, يعني الوش يبقى منور. في ناس ما تعرفش يعني ايه نضارة, يعني الوش يبقى منور وشكله حلو. يعني معنى كده ان احنا نقدر نستغنى عن الميك اب فيما بعد؟ بنقدر طبعا يا يمنى بنستغنى عن الميك اب, لان احنا زي ما قلنا انت عارفه ان الميك اب هو عباره عن ان انا بداري عيوب البشره. انا بحط فاونديشن, بحط كونسيلر, بحط كونسيلر اداري هالات سوداء, احط فاونديشن اداري لو في بقع غامقه او تصبغات جلديه. فانا بعد فتره احنا دايما بنقول ان ماسي دورو جولد هو علاج للبشره, زي ما قلنا بيعالج الهالات السوداء, بيعالج البقع الداكنه, بيعالج التصبغات الجلديه. فمعنى كده ان انا لو عالجت كل الحاجات دي انا فعلا مش محتاجه ان انا استخدم ميك اب. بالاضافه لانه من اول استخدام بيديني زي ما قلنا الحمار اللي بيبقى في الخدود, فانت كده بتستخدمي اكنك بلاشر, ففعلا بيغنينا تماما عن استخدام الميك اب. دكتوره دينا, يمكن في ناس كتير بتقول لك ايه لما بتحط ماسي تلاقي خطوط ذهب. فعلا فيه. فعلا انا شفتها عندي. انا لو اهو يعني هنا كل دي عروق ذهب يا يمنى. ماسي دورو جولد غني بجزيئات الذهب, ومع كل علبه من علب ماسي دورو جولد بتلاقي سيرتيفيكت جارانتي ان هو فيه جزيئات ذهب عيار في اللي هو هي بتاعتي ضاعت الضمان. هي بتبقى كارت صغير كده بيبقى كارت الضمان, وكمان مع كل علبه ريجستريشن نمبر, ده رقم ترخيص وزاره الصحه المصريه بتيجي مع كل علبه. فعلا يعني مع كل ضغطه هينزل فيها الذهب ده.
دهب. يعني ما كل ضغط هتنزل هينزل ال 56 حاجه، مش محتاجين نعمل كده ولا نعمل كده لا لا لا، ده سر التركيبه ان فعلا مع كل ضغطه في فيلر وفي بوتوكس لايك اكشن، في ذهب، في كافيار، في كولاجين، في سيراميد، في الكركوما اكستراكت المستخلص بالهند برضه مهم قوي. ده انتوا مجمعين من الهند بقى ومن هنا ومن هنا ومن هنا كل حته، كلها حاجات طبيعيه. طبعا طبعا طبعا. ومن زمان على فكره كانوا يعني قدماء المصريين كانوا بيستخدموا كل الحاجات دي. ما كان ليهم اسرار كليوباترا يعني، هم لا هم كان ليهم اسرار في الجمال طبعًا. عشان كده جمالهم يعني اتحكى بيه في كل ما كانش كمان بيبان عليهم اي عجز ولا تجاعيد ولا اي حاجه. وعايزه اقول يا يمنى كمان مهم قوي ان ماسي دروجول ما يتحطش في الثلاجه، لان لقيت عملاء عايزين يحافظوا. والله كنت هقول لك كده بس فما يتحطش في الثلاجه ولا يتساب في العربيه ولا يتحط في شمس ولا شمس ولا في الثلاجه. عادي يتحط من 10 ل 30 درجه لدرجه الحراره الطبيعيه. لازم يا يمنى برضو اقول لكل الستات اللي بتتفرج علينا وكل السيدات كل سنه وهم طيبين، شركه ماسي فارم عامله عرض ما حصلش في تاريخ ماسي قبل كده. كل يوم يكلموني دكتوره زينة عايزين خصم شويه وخلي خصم قليل. شركه ماسي فارم عامله 35% يعني عرض تحفه. طبعا كتير بيقولوا لي ايه دكتوره دينا هو العرض هيخلص امتى؟ اقول لهم انا ما اعرفش لانه حتى نفس الكميه. هو هيخلص امتى؟ بصي يا يمنى هو لازم اتكلم فعلا اقول لكل اللي بيتفرجوا علينا ان الكميه اللي كانت محطوطه ال 20 يوم خلصت في يوم ونص. فالشركه قالت خلاص هننزل كميه ثانيه، فان شاء الله كل اللي بتتفرج علينا ست او رجل انتوا عايزين ترضوا الناس كتير يعني، انتوا بتحاولوا ترضوا اكبر شريحه. طبعا طبعا. وكمان الاوفر الثاني ان مع كل علبتين بتاخديهم بالسعر الاصلي فيها عليها ثالثه هديه. في حاجه كمان مهمه قوي شفتها على صفحاتي الخاصه على الفيسبوك. يا دكتوره دينا انتوا عندكم صفحات كتير، هل تبع الشركه؟ لازم انوه ان كل صفحاتنا تبع الشركه، عندنا ماسي مصر مترقمين كلهم تبع الشركه. وعندنا صفحات ثانيه، لان كتير بيقول لي لا انا خايفه اخد لا سيدي تبع الشركه. كلهم تبعنا، كل صفحه ما انتوا عندكم يعني جمهور كبير قوي، فعشان تلاحقوا عشان نلاحق. وبعدين احنا ليه عملنا السوشيال ميديا يا يمنى؟ لان في كتير ما بتفرجوش قاعده في شغلها، بتفتح الفيسبوك مش قاعده حاطه البلازما قدامها. رجل مثلا قاعد في شغله، طيار، دكتور، كل دكتور مثلا في البريك بتاعه بيقلب كلنا بنقلب. فحبينا نوصل من ناحيه الاعلام بالتلفزيون ومن ناحيه الفيسبوك للسوشيال ميديا لكل الناس. طيب بخصوص الوكاله، هل في شروط معينه بتحطوها لاي حد عايز ياخد وكاله ماسي؟ مهمه قوي. كل بلد يا يمنى، في بلاد كتيره بلاقي يمكن في بلد معينه خمسه سته عايزين ياخدوا وكاله ماسي دروجول. لازم ننقي الوكاله، لان شركه ماسي فارم شركه كبيره جدا، فلازم اللي هيبقى وكيل لينا يبقى ذو سمعه طيبه في مستحضر في اللي هو في عالم التجميل. بالظبط. طبعا احنا من ناحيتنا بندعمهم جدا بالميديا والتريننج على ماسي. انا بشكركم على وجودكم، بشكركم على العرض اللي انتم عاملينه للساده المشاهدين جميعا، وكل سنه وانتم كلكم طيبين، الامهات وغير الامهات، لان احنا لسه في عندنا اتنين ما لسه مش امهات، انا وانت عندنا اولاد خلاص. فكل سنه وانتم طيبين. انا بشكرك دكتوره دينا ابو السعود، بشكر دكتوره دينا نجيب، وبشكر دكتوره حنان الحسيني. حلقتنا خلصت. اي حد عنده سؤال او استفسار يقدر يتواصل معايا على صفحتي الشخصيه اللي هتظهر على الشاشه دلوقتي. بنقابلكم يوميا الساعه 3 عصرا، والاعاده بتكون 8 صباحا. اشوفكم بكره ان شاء الله، والحلقات كلها على فكره موجوده على اليوتيوب. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم باحسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، السلام عليكم.